يقول عن نفسه أنه منذ أن بدأ يصلي تراوده شكوك ووساوس الشيطان، ويكاد يفقد عقله من كثرة هذه الوساوس، علما بأنه قبل أن يصلي كما يقول لم تراوده مثل هذه الوساوس والدهور. جزاكم الله خيرا. هذه الوساوس لا تضره شيئا والحمد لله، لأنها من الشيطان، ما دام لم يتكلم ولم يعمل بها فإنها لا تضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لأنه يجد في نفسه أشياء يرد أن يتردى من جبل ولا يفكر فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، هذا صريح الإيمان. أو قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذه لا تضر الإنسان والحمد لله، تجرد الوساوس والأوهام التي تأتيه وهو يصلي أو بعد الصلاة يرفضها الإنسان قصدا تاما ولا يهتم بها أبدا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره إن شاء الله، ستذهب عنه بإذن الله إن شاء الله. إنما إذا تفاعل معها أو اهتم بها فإنها تزيد عليه، ربما تزيد عليه ويتسلط عليه الشيطان، فعليه أن لا يهتم بها أبدا ولا يلتفت إليها ولا يتكلم بها وأن يعتبرها كلا شيء. لا. جزاكم الله خيرا. كونه يقارن بين حاله قبل الصلاة وبعد الصلاة بالنسبة. ما يقارن بين حاله قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، يؤدي الصلاة الحمد لله ويحافظ عليها ويترك هذه المقارنات وهذه الوساوس وهذه الأمور التي ربما تثير عليه شكوكا وهموما كثيرة. جزاكم الله خيرا.